عودة المهدي مهمة ومهمة جدا للفريق. لما شفنا الاتحاد مع المهدي خاصة في الكونفدرالية كان حل حقيقي لما يلعب طرف جناح أو يلعب حتى ظهير جد جرب كظهير وحل حقيقي يعني على المستوى المانتومان مهم جدا يخترق عنده جرأة عنده شخصية وفي اعتقادي هو الفترة الأخيرة في المحترفين هو الأفضل ولكن المهدي حل حقيقي لا مميز عنده جرأة عنده شخصية حتى في الحلول الفردية يقدر يفرق وفي التحولات مهم جدا عنده سرعة قوية جدا ويقول لك حاجة ديما المقياس الحقيقي في اعتقادي اللاعب في المباريات الإفريقية مهدي كان مميز جدا في كل مباريات لعبها في إفريقيا وكان حل حقيقي والتسديدة الثاني للاتحاد صاحب الهدف المهدي صاحب التسديدة الأخيرة وصاحب الهدف الثاني لفريق الاتحاد الحكم يضيف 5 دقائق في دقيقة 91 كرة طويلة من دفاع الأولمبي المهدي كما جاء يوزع أولى غازي يلعب كرة طويلة مع انطلاقة لمحمد صلاح المهدي أمشي الباك مهندس بالنسبة لفريق الاتحاد صالح محمد صالح المهدي ثم مراد الهدي محمد صالح المهدي كالعادة مساهم في التوزيعات في خلق التفوق العددي He's looking to the right Great ball to the right And here we come for another chance for الاتحاد محمد صلاح المهذبي واحد اثنين المهذبي وزع الكرة جاك بيسان قريبة جاك بيسان محمد صلاح المهذبي نشيط دفاعا وهجوما عزيز السواعي يرجع بالتمرير باتجاه المهدبي يتقدم الكرة الظهير الأيمن للاتحاد We'll be right back.
Sabad. والأربعين تحديدا الآن في لقاء الاتحاد لمحمد المهذبي لاعب نشيط على الرواق الأيمن. Back to the captain, long ball forward for the left winger. Otto have made the run, it is important. The one two doesn't work, but Orlando still have possession. Chip to the far post. قابل صوب الروس باتجاه وليد المرغني. وليد لحق بكورته وليد بالفعل بطريقة مميزة. تعود الكرة من جديد ليستخلصها لمهذبي. محمد صالح المهذبي الموسم يلعب 26 مباراة على 26 مباراة للفقول رواق أيمن قدم مردود محترم هذا الموسم على مستوى بطولة الرابطة الأولى.